أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما زلنا أيها الإخوة نتكلم في شرح مقدمة العقائد في رسالة محمد بن أبي زيد القيلواني عليه رحمة الله. وكان حديثنا فيما مضى يتعلق بأشراط الساعة، ولعلنا أيها الإخوة أتينا على جلها، إن لم أقل أننا تكلمنا عليها كلها. مما ذكره الإمام القلشاني في شرحه على الرسالة في الجزء الأول، قال العلماء: من أول أشراط الساعة فساد معظم البلدان لكثرة الفتن والمحن والإحن والأشياء التي جاء ذكرها في النصوص التي تكلمنا عنها. وقيل الدجال، وقيل الدخان كما جاء في حديث مسلم في الصحيح لما ذكر 10 أشراط بدأ بالدخان، وقيل القحط الذي يعم البلدان وتقل فيه الأمطار فبالتالي يقل فيه الغذاء، وقيل الدجال ثم عيسى ثم يأجوج ومأجوج ثم طلوع الشمس من مغربها ثم غلبة الأشرار على الأخيار فتخرج الدابة ثم الدخان ثم الريح. وبعض العلماء قالوا الريح تلقي الناس في البحر، ومنهم من ذكر حديث مسلم الريح الطيبة التي تقبض روح كل مؤمن حتى لو دخل في جحر الضب فإنها تدخل معه، فلا يبقى من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. جاء هذا في صحيح مسلم. ثم النار التي تخرج من اليمن، واليمن ذكرنا هذا، قلنا اليمن هو ذاته على يعني عدن، هو ذاته على فوات بركان من أعظم البراكين على وجه البسيطة كما اكتشف ذلك أكثر علماء الغرب. لعلنا لم نذكر الحديث فيما يتعلق بيأجوج ومأجوج، درسه طويل والكلام عليه فيه أيها الإخوة فيه كثير من المشاكل، ولذلك إذا ولجنا هذا الباب فإننا لا نخرج منه في درس كامل. يأجوج ومأجوج يعني لو أردنا أن نختصر هذا التفصيل الذي جاء عند الكثير من العلماء، في منهم من قال أن يأجوج ومأجوج أمة من الناس، أمتان من الناس، ولقبتا بهذا اللقب من أجج النار إذ اضطرمت واضطربت واشتعل لهيبها وانتشرت من الأج، ومن الأجاج، من الأج هي السرعة، والأجاج هي الملوحة التي تكون في البحار والأمواج، فإنهم لكثرتهم ولشرهم ولبلائهم ولسرعة شرهم ينتشرون في المعمورة بكاملها ويأكلون حتى البشر. قيل هذا كما ذكر هذا الإمام الثعالبي في التفسير وأشار إليه بعض أهل العلم، ويشربون المياه وجاءت في بعض النصوص منهم وهم من البشر، هذا الذي نقوله.
أما أنها أمة وهي من وراء السد وأنها مضمورة تحت الأرض ولا نعلم عنها شيء، هذا أراه بعيدا لأسباب كثيرة جدا يطول شرحها، لأنه لا توجد أمة وهذه الأمة هي أكثر السكان أهل النار، ثم لا يكلفون أو لا تأتيهم البشارة ولا النظارة ولا يأتيهم النبي ولا يسمعون بالنبوة ثم يعذبون بعد ذلك، هذا يتنافى مع ما جاء في المقاصد التي جاءت في الشريعة الإسلامية، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولذلك الذي قال هذا القول شيء بعيد. وهم أكثر، إن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا عددا، وهي هذه الأمة غلبتا أمتين، يعني غلبتا في كثرتهما أهل النار، ولذلك منهم 999 إلى النار وواحد من هذه الأمة إلى الجنة، لذلك معنى ذلك أن أغلب أهل النار من أمة يأجوج ومأجوج، فكيف هذه الأمة تكون من وراء السد وكذا؟ هذا قضية من وراء السد هي أمة حدثت في ذلك الزمان لتلك الأمة وجعل بينهما حاجزا ومانعا من أن يصلوا إليهم بسبب ما. ثم لو قلنا ماذا تقول في حديث رواه البخاري ومسلم وفي سنده كذا، وحديثه هو لما كان حديث في سنده 3 من الصحابة و4 من التابعين، هذا الحديث هو من النوادر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه فزعا محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بالسبابة منها. قالت زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فما معنى الردم هذا؟ هل هو لا شك أن هذه رؤية والرؤية فيها الرموز أكثر مما هي تدل على الحقيقة، فلا يجوز تفسيرها بهذا التفسير، لكن يبقى هنالك أشياء كثيرة حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، على أن يأجوج ومأجوج اسمان للقبيلة، فيكون التأنيث هنا التاء بالنسبة للقبيلة، فتحت يعني فتحت هذه فتحت أمة يأجوج ومأجوج، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب، الحدب هو المرتفع، والمرتفع هو الشيء الناشز في الأرض، وهم من كل حدب ينسلون، والنسلان هو سرعة الذئاب لما تفترس، وهم كالذئاب كما قال محمد طاهر بن عاشور عليه رحمة الله، قال حتى في الاختيار الألفاظ لهذه الأمة فهم كالذئاب الجياع تأكل. وقد أصاب الأمة منهم بأسا شديدا، مثلا لما أصيب في التتار والمغول وجاءوا من يعني من شرق آسيا واحتلوا دولة الإسلام وهتكوا الأعراض وقتلوا الأنفس وسلبوا الأموال وهدموا البيوت والمساجد وسفكوا الدماء وألقوا بالكتب في نهر دجلة والفرات، أصابهم حتى قال الإمام القرطبي وكان في عصره، الإمام القرطبي صاحب التفسير، قال كأنهم أمة يأجوج ومأجوج، أمة يأجوج ومأجوج يعني في الأصل، لماذا؟ لأن الله عز وجل وصف أمة يأجوج ومأجوج وقال إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، كل من أفسد في الأرض، وهذا قلتها عدة مرات، كل من أفسد في الأرض فإنه من أمة يأجوج ومأجوج والعياذ بالله، وأكثر الفساد هو نشر الشرك والكفر والعصيان وكذلك القتل وانتهاك الأعراض وسلب الأموال، هذا كله من جملة الفساد، إنما يكون في آخر الزمان يكثر ويقل المؤمنون، هذا الذي أميل إليه، وهذا الذي مال إليه بعض العلماء حتى علماء السلف، ومال إليه بعض العلماء مثل كذلك عبد الرحمن السعدي، عنده كتاب وهو الشيخ الإمام العثيمين عليه رحمة الله، ألف كتاب وذهب إلى هذا الرأي، ذهب إليه مثلا الإمام الشعراوي، مثلا ذهب إليه بعض العلماء، مثلا
محمد طارق بن عاشور ذهب مذهب آخر، ذكر قضية المغول والتتار، وذهب أن فتحت حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، قال فتحت يأجوج ومأجوج المقصود به خروج الأموات من القبور، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، هل تركناهم من وراء السد أو بعدما تهدم السد، أو المقصود تركنا هذه الأمة يعني يموج بعضها في بعض ثم نفخ في الصور فجمعناهم جمعا. أقوال ذكر العلماء، حوالي 4 أقوال ذكر الإمام القرطبي، ذكر الإمام الشوكاني في التفسير. فبالتالي نكون قد أيها الإخوة انتهينا من هذا فيما يتعلق بأشراط الساعة. ثم حديثنا يتعلق بذكر في الرسالة أشراط الساعة الإمام بأشراط الساعة ثم ختم لتلا والندارة والنبوة بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. زيد فجعل آخر المرسلين بشيرا. تكلمنا عن هذا. زيد والإيمان بحوض رسول الله. لا هذا لا ما تكلمناش على قضية الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء. تكلمنا على هذا. تكلمنا على آدم وتكلمنا على خلق آدم تكلمنا عليه. بما يجب من الوضوء والغسل. لا لا هذا في الدروس الفقهية. قلنا من أشراط الساعة كذلك الإيمان بالصحابة. صحابة؟ لا سيأتي لي سيأتي الكلام على هذا. المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون. نعم هذا سنتكلم عنه إن شاء الله. من الإيمان بأشراط الساعة الإيمان بالبعث والحشر والنشر والصراط والميزان وكل ما يحدث بعد الموت. وذكر من جملة ما ذكر النفخ في الصور لا بد من الإيمان به. هنالك نفخة الفزع ويكون معها الموت، وهنالك نفخة الإحياء والبعث والنشور، فهما نفختان عند أكثر أهل العلم. وقال بعضهم هنالك نفخة الفزع ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل ناتوه داخلي. وهنالك نفخة السعق والموت هي نفخة ثانية، منهم من قال هذا، وقال نفخة ثالثة وهي نفخة البعث والإحياء. لكن بعض العلماء قالوا نفخة الفزع هي نفسها يكون معها السعق والموت، فهما نفختان. والصور هو كهيئة البوق ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، قال الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. استثنى الله عز وجل جملة من الخلائق من الفزع ومن السعق، لكن عبر عليه بالفعل الماضي لأنه كأنه وقع نفخ في الصور. والنفخ في الصور مرتين كما قال أكثر أهل العلم، ولذلك قال ثم نفخ فيه أخرى. أخرى تقابل ماذا؟ تقابل كرة أولى. ثم نفخ فيه أخرى مرة ثانية. وفي الحديث ذكر نفختين ما كانش ثلاث،
روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين أربعون قالوا أربعون يوما أربعون شهرا قالوا أربعون يوما قال أبيت قالوا أربعون شهرا قال أبيت قالوا أربعون سنة قال أبيت يعني لا أبين سمعت قال أربعون ووقف عند النص لكن في كثير من الروايات الأخرى تبين هذه الأربعون أنها أربعون سنة ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل البقول هي النبات الذي لا ساق له وقيل كل ما نبت في الأرض يسمى بقل وقيل البقول هي التي تنبت تحت الأرض مثل البصل ومثل الكراث ومثل هذه الثوم مثل هذه الأشياء التي تنبت تحت الأرض وليس من الإنسان شيء إلا يبلى يفنى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب عجب يسمى عجم وهو العصعص